بدي شاركك كل لحظة بحياتي وعمري. رح أضل بجنبك كل دقيقة. الإنسان فيه حب أكتر من اللي قبلها، وكل ثانية بيزيد عشقه أكتر. الأولاد عم يستنونا على العشاء. بعرف. نسيت أعطيك إياها بدوشت مبارح. كتير حلوة. مو بحلاوتك. مهند بيك كابب اني بتعطر على حالك؟ انا ما في عندي كاريزما حلوه مثلك، لذلك انا بحاجه لهيك دعم. شو بنعمل؟ البركه فيك. مرت عمي طالع حلوه كتير. كلك ذوق. مساء الخير جميعا. مساء النور. مساء النور. حطيه هنيك. ناهولتي نيناتكم كتير حلوين. تسلمي يا بابا. هذا أول عشاء مع بعضنا. بدنا نضل نقول نفس الحكي؟ أول فطور أول غدا. عم بمزح. بلشوا. طوقك كتير حلو. مقدم هداني يا أحلى زلمة بالعالم. أنت جبته؟ ذوقك كتير حلو. تسلمي بابا. ما أحسن تقرر بسرعة، رحت طلبت مساعدة. عمي أنت بالأساس كنت أخذ قرارك. أنا ليش ما عندي خبر؟ أخدين رأي مهند وأنا لا؟ يا ريت لو أخذت رأيي كنت أكيد رح ساعدكم باختياركم. الحق علي، أنا غلط. القصة صارت بالصدفة. صدقيني بالصدفة رحت مع عمي. بالمرة الجاية انتي بتختاريها، لا تزعلي. مزبوط كلامه. صحة وهنا. شكرا شهيرة، الأكل كتير طيب. وأنا جميلة؟ تعبانة شوي، الليلة نامت بكير. معفاية إن شاء الله. تسلم. عن إذنكم، بدي روح شوف بشير وإجي. ما طلع من غرفته من اليوم الظهر. عم نتعشى يا نهال. هلأ بجي بابا، إذا سمحت. عمي مو خاطر ببالكم تسافروا؟ شهر عسل. قررنا نسافر بعد ما تبدأ مدارسكم بكم يوم. حبينا نكون بالبيت لأنه أنتم موجودين. كثير منيح. اجيتي لهون يا بنتي؟ هلأ بيكون أبوك تضايق منك لأنك قمتي عن السفرة. طيب رح أطلع بعد ما أشوف بشير، صار لي من الظهر ما شفته. وينك أنت؟ هون قاعد عم تدرس؟ برافو عليك. طلع فيني، ليش لسه قالب خلقتك؟ بعرف انك متضايق كتير من جميلة وانا كمان، الحق معك. خلص مو مشكلة،
ما حدا صدق انك خبيت هداك الحلق، وكمان رحت قلت خبيتها مشان تاخد بخشيش. انت شب بجنة نهال، لا تعمليني هيك. فهمنا انك متضايق من جميلة، انا شو دخلني تتفشش فيني؟ هاي جميلة اكيد سمعتنا. انت ما كنتي عم تتعشي؟ ما رح روح من هون حتى تحكي لي شو صار بالضبط. نهال بترجاكي، انا عم ادرس. ما رح حل عنك لحتى تروح. شفتني هذا اليوم الصبح متضايق كتير، وأنا حكيت مع بيسان كمان متضايقة كتير من اللي صار، كل الوقت عم تبكي وتعتذر. هي شو لها ذنب؟ قال لي رح يسكنوا مع فيروز خانم. هلأ هيك رح يصير. قال حلمي بيك بدو يقيمني هاد عن نفوسه وطرده من الشركة. وشو بده يشتغل؟ ما بعرف، بدو يفكر بشي شغلة. ما بيصير هيك، خلينا نحكي معه بكرة، رح خليه يشتغل بشي شركة من الشركات. الشاب متعلم وعنده خبرة. بيصير، نهاد كتير شاطر وشغيل. سمعت، هو اللي ضبط وضع الشركة الجديدة. صحيح، خليه يشتغل معنا. مهند شكله ما رح يتخرج السنة من الجامعة ويفضلنا. على الأقل بيجي واحد من معارفنا شغيل وشاطر بيستلم شركة من شركاتنا حتى تكبر نهاد ومراد. انت اول واحد رح يتأذى يا ابني، بكره بتطلع بلوشي. وهيك بنكون عطيناه درس لحلمي بيك. نهاد فعلا شب شغيل وخساره كبيره، وهيك انا بكون مأمن على الشركه. شكرا كثير حبيبي. سمر هلا مرته لعدنان بيك بشكل رسمي، واكيد عدنان بيك ما رح يهون عليه انه حدا يزعجها لسمر، ورح يبعد كل الناس يلي ممكن يزعجوها. انتبه على حالك. إذا بدك بكرة بحكي معه. كون ممنونتك. دايما إن شاء الله. ما في بالعادة. أنا قطعت شهيتي فجأة عن إذنكم. لوين؟ شو صاير للعالم اليوم؟ وبشير ما عم يحكي معي، ما قدرت راضي. بعتقد مهند زعل من يلي حكيته. شو قلت له؟ مزحت معه، قلت له ما أنا ناوي تتخرج هالسنة. أكيد هو ما بيزعل من هيك شغلات. بس ما كان يتصرف هيك من قبل. أنا رح روح راضية. ما له حق يزعل من بابا بخصوص الدراسة، صار له زمان كتير بالسنة الثانية. هاي مواضيع كتير حساسة حبيبتي، ما بصير تعلقي عليه بهاي الطريقة. مهند شو بك؟ شو صار لك؟ أنا كنت عم مزح معك، زعلت مني؟ اليوم رحت حكيت مع حلمي بيك يا عمي. أنا قلت لك لا تتدخل، بس عرفت حقيقة المشكلة وأنا ضحكت كمان، أكيد زعل مني. أكيد لا، مستحيل يتضايق من هالشي. بيكون ذكر موعده مع شي بنت وتأخر عليها لهيك قام عن السفرة. والله رايحة أشوفه.
نزعنا ليلتنا بسبب نهاد ومهند كتير تضايق. سمر ما في داعي، عادي هلا هنا حياتي ما في مشكلة. تركيها براحتها، من الأفضل تروح تحكي معه. مليون ليرة يا عمي، ما تركتها توقع اتفاقية الزواج بدون ما تاخد الشيك، بالأخير خلتها توقع اتفاقية الزواج مقابل المصاري. الزلمة كلامه مظبوط، فيروز خانو بعد بنتها. انتبه على كلامك. لا تتضايق مني، هالحكي مظبوط. الزلمة ما كذب علينا، حكى كل شي صار بالضبط. فيروز خانو عم تنظر لبناتها كمصدر للمصاري. مهند انتبه على كلامك منيح، أحسن ما أزعجك. وانت فتح عيونك شوي كمان. برأيك هالزواج ما صار بسرعة؟